انفردت قناة إكسترا نيوز بعدد من اللقاءات مع الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام، والذين استقبلتهم المستشفى لتلقي الرعاية الطبية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جاهزية مستشفيات الإحالة وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم. الزميل إبراهيم عزت، موفد إكسترا نيوز إلى العريش، التقى عددا من الجرحى الفلسطينيين هناك. نتابع هذه اللقاءات التي تذاع بشكل حصري على قناة إكسترا نيوز، ثم نعود مرة أخرى. نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف وراءه آلاف الشهداء والجرحى، فلم يجد هؤلاء الأشخاص الذين قصفت بيوتهم على رأس ساكنيها، لم يجدوا ملاذا سوى هنا مستشفيات شمال سيناء. نحن نتحدث إلى حضراتكم من قلب مستشفى العريش العام، هذا المستشفى الذي استقبل بالأمس عددا من الجرحى الفلسطينيين لتلقي الرعاية الطبية وإجراء العمليات الجراحية. سنخوض مع حضراتكم تجربة للاطمئنان على حالة المصابين الذين وصلوا إلى مستشفى العريش، ونحن داخل إحدى الغرف هنا داخل هذه المستشفى. السلام عليكم. بعد إذن حضرتك يا دكتور، إزيك يا خالد؟ الحمد لله، الله يعطيك الصحة. طمني عليك، صحتك عاملة إيه؟ الحمد لله كويسة. قول لي، جيت امبارح الساعة كام؟ إحنا طلعنا امبارح، تحركنا الساعة 8 الصباح من عند مستشفى ناصر خان يونس. فتقريبا أخذ معنا الوقت يمكن 3 ساعات 4 ساعات طريق. عمال ما وصلنا للعريش. يعني شغلك كان عبارة عن إيه في القطاع؟ أنا عادي مواطن عادي، أنا بشتغل في مطعم. مطعم مشاوي. فشغل أي مواطن عادي. فالتجت لمستشفى ناصر بحيث أن أقدم خدمة كإسعاف، يعني معي دورة إسعافات. مستشفى ناصر في خان يونس. صحيح، مستشفى ناصر في خان يونس. وتم استهدافنا زي طبيعة أي استهداف عادي، يعني استهداف طفل شيخ. إحنا عندنا يعني في فلسطين كنا مستهدفين بطبيعة الفئات، سواء كان طفل أو شاب أو شيخ، كل الفئات مستهدفين، حتى الدفاع المدني، حتى الصحة عندنا كله مستهدف عندنا، والحمد لله رب العالمين. مصينا واتجهنا لمصر للعلاج. طبعا بعد أنا عملت، أنا قعدت من أول يوم أنا قصفت 24 يوم. الإصابة نتيجة القصف كانت عبارة عن إيه؟ كانت بتر في إيدي، فعملت كذا عملية، 8 عمليات عملت لحد ما وصل البتر اللي عندي تقريبا فوق الركبة، والحمد لله يعني كل يوم التاني بحب أشعر بألم. ما كانش إلا أي هدف تاني غير أن نتحول على جمهورية مصر، والحمد لله في مصر هنا يعني الرعاية كويسة كتير كتير، وبتشكر كل الأطباء يعني بشكل عام بيهتموا فينا بزيادة من كل حاجة، حتى من ناحية الصحية، من ناحية الغذاء، الشرب، كل شيء متوفر عندهم. الحمد لله رب العالمين، كل الشكر لهم طبعا. ألف سلام عليك، وربنا يتمم الشفاء يا رب إن شاء الله. العبور من المعبر، السلطات المصرية سهلت لكم بالأمس، الدنيا كانت أخبارها إيه عموما؟ لو هتحكي لنا تجربتك فيما يخص العبور عن طريق معبر رفح. طبعا كان العبور إشي يعني طبعا إشي عادي جدا يعني، وكان في إجراءات قانونية اللي هو الإجراءات الأمنية، هذه عادي إجراءات أمنية. كان العبور سهل والأمور كانت سهلة. جينا من أسعاف مستشفى ناصر وطلعنا بأسعاف المستشفى تاع مصر تاع العريش لحد ما وصلنا هنا العريش. ربنا يطمن عليك إن شاء الله. ألف سلام عليك يا خالد، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، كما أشار ضيفنا العزيز، العدوان لم يفرق ما بين طفل أو كبير أو صغير، هو كان متطوع كمسعف في إحدى المستشفيات بمنطقة خان يونس، ومع ذلك تم قصفه في هذه المنطقة. معنا أيضا أحد المصابين. السلام عليكم، أهلا بك ممدوح. السلام الله. سلام، زي الصحة؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. طمني عليك. والله الحمد لله بخير، ربنا يهديك الصحة إن شاء الله. الإصابة عبارة عن إيه نتيجة القصف؟ الإصابة عبارة عن بتر في القدم اليمنى وشظايا من الرقبة من الرأس لأسفل القدم اليسرى، كمان الظهر وكل الظهر من وراء شظايا مزعت. سلامتك، ألف سلامة. قول لي كنت فين ساعة القصف؟ أنا كنت بحاول أسعف الجرحى، اتصلت على الإسعاف،
وأنا بحاول خلال محاولتي اتصال بالإسعاف ما تفاجأت إلا ضربة في جسمي وارتميت على الأرض، ما بعيتش على حالة غير في المستشفى. شغلانتك يعني طبيعية مسعف ولا كنت بتحاول تداول الجروح بسرعة؟ في شغلي وأنا ماشي وقفت أني شفت الجرحى وقفت أحاول أتصل على إسعاف، كان ما كانش موجود أي إسعاف خلال الفترة هذه، فحاولت أتصل على إسعاف، حكيت لهم يجيبوا إسعاف بسرعة في جرحى كتير، ولما اتصلت على إسعاف حاولت أشد جرحى ولقيت صاروخ جنف ظهري. الخدمة الطبية اللي انت بتتلقاها هنا داخل مستشفى العريش ازاي بتقيمها؟ الامور بتسير بصورة ايجابية طبيعية ولا احكي لي اكتر يعني على الخدمة الطبية؟ والله للامانة يعني استقبلونا استقبال مشرف في المستشفى، ومن اول ما دخلنا المستشفى استقبلونا وتعاملوا معنا ودخلونا على التغيير والجراحة واشتغلوا معنا الحمد لله، وكفاء اطباء كفاء والحمد لله ما قصروش معنا، كل حاجة كانت متوفرة. الوضع في غزة صعب جدا، هناك حالات في الممرات مرميين والغرف متكدسة بالإصابات. بشكرك وربنا يتمم الشفاء وألف سلام عليك. شكرا ممدوح إن شاء الله. على الحديث عن الحالة الطبية أو الخدمات الطبية المقدمة هنا داخل مستشفى العريش ينضم لي أيضا الدكتور محمد سامي. دكتور طمنا بصورة عامة على الحالات المصابين اللي وصلوا مستشفى العريش، ويا ترى حضراتكم بتقوموا بخدمات إيه معاهم؟ احنا مبدئيا اول ما تم فتح معبر رفح بناء على تعليمات القيادة السياسية كانت المستشفى جاهزة على اقصى درجة قصوى من الاستعداد. كان موجود عدد كبير جدا من الاستشاريين والاخصائيين والنواب في جميع التخصصات، جراحة مخ واعصاب وجراحة قلب وصدر وجراحة عامة ورمد وعظام، وكل التخصصات كانت موجودة وجاهزة. البعض احتاج اجراء عمليات جراحية ولا تقريبا الاصابات عبارة عن ايه؟ كانت معظم الاصابات متوسطة لجديدة، في حالات كتير احتاجت ان هي تطلع العمليات، تم التعامل معها بواسطة جميع الاطباء في التخصصات الجراحية، بالاضافة لان في حالات كتير كانت محتاجة برضو علاج تحفظي في الادوار او في اقسام العناية المركزة. شكرا جزيلا وكل التوفيق لحضراتكم. اذا مشاهدينا الكرام كانت هذه صورة مبسطة للوضع المأساوي لحالة المصابين الذين وصلوا الى مستشفى العريش. جدير بالذكر ان هناك ثلاثة مستشفيات تستقبل المصابين، هذه واحدة منهم مستشفى العريش الى جانب مستشفى بئر العبد وايضا مستشفى الشيخ زويد التي ما زالوا يستقبلوا المصابين والجرحى من الاراضي الفلسطينية. إبراهيم عزت إكسترا نيوز العريش.